عارف يا كريم، اللي بيعجبني في كولر الحقيقة مسألة الانسجام اللي انت اتكلمت عنها. يعني هو بيكون سبب فيها اكيد حالة الانسجام اللي بيكون فيها اللاعبين، لانه مش بيعامل اللاعبين بتفرقة. يعني كل اللعيبة عنده واحد، مفيش ده اساسي ده احتياطي، خاصة كمان ان احنا شفناه يعني بيستعين بعدد من كمان الناشئين، وده يعني ما بيعملش هو فكرة ان ده جديد او ده قديم. تركيزه كله في كيفية تطوير اداء اللاعبين وانسجامهم مع بعض، وكمان التحركات السليمة للاعبين سواء بقى بكوره او من غير كوره. ده بيتطلب طبعا ان كل اللاعبين يكونوا فاهمين بعض وقاريين دماغ بعض. ده اللي كولر بيعمله، بيحاول دايما ان هو يقرب دماغ اللعيبه لبعض. ده محتاج طبعا شغل كتير. يعني المدرب فعلا كولر الحقيقه اللي عمل تطور كبير جدا في اداء اللاعبين في الموسم اللي فات، بجانب حظه طبعا لكل البطولات خماسيه طبعا اهلاويه شفناها، اهلي استثنائي واللي شاركنا فيها. هرجع اقول واكرر كلامي وبايد الكلام ده، اغلب الجماهير ان كولر يعني او شايفين ان كولر هو صفقه الاهلي السوبر. وشفنا طبعا يعني بدايه الموسم الماضي كان في انتقادات بقى سواء للشحات، هاني، الشناوي، وكمان قفشه. نهايه الموسم يعني كل الاراء دي بقى اتغيرت يعني راسا على عقب. شفنا كم الاشاده بيهم بعد تطور ادائهم، وشفنا كمان سيطرتهم على جوائز الافضل لرابطه الانديه واي استفتاء جماهيري. يعني الشناوي خد طبعا احسن حارس، ويمكن كمان عدد كبير جدا من اللعيبه خدت يعني يمكن جوائز كتير. حسين الشحات كان احسن لاعب في موسم 2023. حقيقه يعني يا كريم كولر عامل اداء كبير جدا. يمكن شفنا مع اختلافات المديرين الفنيين بيبقى ليهم تكنيكس وكل حاجه، بس دايما بنشوف اللعيبه لما يكون مدير فني عنده حاله الانسجام دي ومدخل الفريق في المود ومخلي الدنيا حلوه كده وسلسه، ده بيفرق معاهم قوي في الاداء. من اكثر الحاجات اللي لفتت انظار الكل وتحديدا مع بدايات يعني كولر معانا كذا نقطة الحقيقة، منهم الروتيشن، القدرة على الروتيشن. ما أي حد ممكن يبقى بيعمل روتيشن، بس الروتيشن بتاع مستر مارسيل كولر الحقيقة مختلف جدا. وكمان النقطة الثانية بقى اللي أنت كنت بتتكلمي عليها من شوية، فكرة تطوير المستوى عند اللعيبة. والحقيقة ده حصل مع الكل، ولكن أكيد في لعيبة بشكل استثنائي كان وهجهم زايد وملحوظ قوي. أكيد على رأس قائمة الأسماء دي حسين الشحات. كلنا خدنا بالنا إن في تألق استثنائي لحسين الشحات الحقيقة الموسم اللي فات، وبنتمنى إن هذا التألق يستمر، وبنتمنى انه كمان يمتد لكل اللعيبه، وده حاصل بالفعل الى حد بعيد الحقيقه.